السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. انا بس كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه. انا سمعت راي حضرتك في اللي احنا ما ينفعش نقلد المنتجات اللي هي الاصليه ونصنعها بتقليد، يعني مثلا زي اديداس مثلا ما ينفعش انا اصنعها من الاول واحط عليها اديداس، كده يبقى غش صح؟ غش. لكن نسأل سؤال بعد كده، يعني في الآونة التي نعيش فيها الآن، بغض النظر عن الماركة التي أنت تذكرها، هل الدولة محاربة أو ليست محاربة؟ الدولة التي أنتجت هذا المنتج دولة محاربة وجاءت تدمر الإسلام والمسلمين أم لا؟ هو انا الأحكام بس سؤالي تختلف. مش كده، سؤالي لو انا جبت المنتج ده وقلدته بس حطيت عليه، يعني انا عملت ماركة باسمي وحطيت عليه اسم الماركة بتاعتي، يبقى في كده يعني تعدي على الحقوق الفكرية ولا لا؟ اسم ماركتك؟ مثلا يعني يعني مثلا منتج اديداس انت ليك ماركة وقلدته. خاصة ولا ايه؟ نعم، لك ماركة خاصة بك؟ لو هعمل مثلا ماركة بتاعتي انا وجبت مثلا تيشيرت اصلي وقلدته بس ما حطيتش عليه الماركه بتاعتي، حطيت عليه الماركه بتاعتي انا، في كده يعني تعدي على الحقوق لا، الفكريه؟ ما فيش مشكلة ان شاء الله. مش مشكله، حلال يعني ان شاء الله. انت كتبت اسم ماركتك انت. ماشي، بس انا قلدته في الصفات ايوه، قلت بتاعتي. ما فيش عليك مشكلة ان شاء الله. ماشي يا ماشي.